وصارت الحرب بغزة، صفيت مقلوقة، ما أنام الليل، بقوم الساعة 3 بالليل، بقوم 2 بالليل، 1 بالليل، 5 الصبح بدير التلفاز، كتير متعذبة وببكي. ما في اتصال لأنه مقطوع النت، مقطوع الكهرباء، مقطوع كل شيء. فأنا بحكي معها مثلاً أحياناً تكتب لي أنه أنا بخير، ما بتقدر أكتر من هيك لأنه التلفونات مش مشحونة. كانت بالرمال، بالرمال صار قصف كتير، نقلت من الرمان على الزيتون، رجعت على النصيرات، ما بعرف هلأ وين، ما بعرف. بيوت كلها راحت، بيوت أولاد كلها راحت لأنه هي على خطوط التماس، يعني ما ضل شيء. يعني امبارح عم تحكي معي تقول لي يا فاطمة راحت بيوتنا راحت، قلت لها المهم أنتوا تكونوا منها، وهذا كله بتعوض. لما عم بحكي معي أنه بسمع هيك قلبي بتقطع، بتقول لي مثلا جوعانين، خايفين، خايفين الأولاد، يعني مرعوبين.